دلوقتي هتكلم على الباراسمباثيك سيستم. فزي ما احنا شايفين او هنشوف الجهاز ده بالذات الباراسمباثيك سيستم يقول لك it rebuilds the body resources during rest، يعني بيعد او يعيد بناء احتياجات الجسم في اثناء الراحه. يعني شوف rebuild يعني يعيد بناء، the body resources احتياجات الجسم يعني بيخزن الطاقه بقى في اثناء الايه الراحه. طبعا اتفقنا ده اللي هو it's formed of pre-ganglionic fibers اهي ganglionic ganglia وبعدين بوست ganglionic fibers اللي هي دي زي السمباثاتيك بالظبط، pre-ganglionic وganglia وبوست ganglionic. خد بالك معايا بس هنا في اختلاف. اول حاجه pre-ganglionic fibers احنا كنا في السمباثاتيك بنقول بتبتدي في الثوراسيك والابر لامبر سيجمنت، لا هنا لا، هنا بنقول كرينيو ساكرال، يعني بتبتدي البريجنجلونيك فايبرز تبقى في البرين في كرينيال نيرف نيوكلياي في النيوكلياس بتاع الكرينيال نيرف او في الساكرال سيجمنت. القطاع ده في الساكرال سيجمنت، هنا ده قطاع في الساكرال سيجمنت بتاع السباينال كور، اخر حته في السباينال كور قبل الكوكسكس على طول، فده في الساكرال 2 و3 و4 ساكرال سيجمنت. يبقى ده البريجنجلونيك فايبرز باديه في الـ في الـ في الساكرال سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد. الاكسونز بتاعتها تخرج مع الفنترال راماي مظبوط، مع السباينال نيرف، مع الفنترال روت ثم الفنترال ثم السباينال نيرف ثم الفنترال راماي، والفايبرز تروح خارجه. هنا بقى خد بالك بقى النيرف فايبر ده مفيش، مش هيلاقي سمباثيك ترانك، التاني كان بيرمي في السمباثيك جانجل، هنا بقى لا مش هيرمي في السمباثيك جانجل. البارا سمباثيك جانجليا اللي هنا البارا سمباثيك تبقى نير ذا اورجانز، يعني ايه؟ تبقى تيرمينال نير ذا اورجان، يعني افرض انا الحته دي الريكتم والانال كانال، النهارده الفايبر دي تمشي تفضل فايبر ماشيه مع العصب اللي رايح للريكتم والانال كانال، وبعدين تسيب العصب تعمل سينابس في جانجليا لازقه في الاورجن، يبقى هنا بقى الجانجليا هنا مختلفه، بقت هنا لازقه فين؟ في الاورجن. الثاني كان كل الجانجليا في السمباثيك سيستم كان موجوده في السمباثيك ترانك، لا هنا بقى مش في ايه؟ سمباثيك ترانك، البارا سمباثيك جانجليا لازقه في الايه؟ في الاورجن. بعد كده البوست جانجليونيك فايبرز هنا عملت ريلي في السمباثيك جانجليا، البوست جانجليونيك فايبر تروح خارجه اهي، تروح بعد كده للايه؟ للاورجان، تدي له نيرف سبلاي على طول، تدي له اوتونوميك ايه نيرف سبلاي، وتخلي ايه الباراسمباثيك يشتغل. يبقى بري جانجلونج فايبر باراسمباثيك جانجليا والبوست جانجلونج فايبر. تعالوا اتفرج اهي، بص نفس القصه، بص شوف بقى، خد بالك السباينال كورد اهو مفيش منه فايبرز طالعه سمباثيك باراسمباثيك، لا من البرين اهو، عشان كده بيقول لك كرينيو الفايبرز طالعه من البرين، ده جزء من البرين، وبعدين هنا فايبرز ثانيه طالعه من الساكرال ريجون كرينيو ساكرال، عشان كده بيقول لك ايه الباراسمباثيك كرينيو ساب، فايبرز تخرج من الكرينيال نيرفز هنا وتروح راحه للجانجليا اللي جنب الاورجن، يعني العين اهي جنبها الجانجليا بتاعتها. خد بالك معايا هنا برضو الجلاندز اللي هم السليفري جلاندز دولت اللي هم الباروتيد اللي هي الغده النكفيه والسب مانديبولار والسب لينجوال، يروح جاي لهم هنا جانجليا جنبهم على طول لازقه فيهم. خد بالك معايا هنا الجلاندز يبقى العين على طول الجانجليا بتاعتها لازقه جنبها، السب مانديبولار جلاندز والحاجات دي الجانجليا لازقه جنبها، حتى هنا برضو الهارت هنا والحاجات التانية والاورجنز كلها الجانجليا لازقه ايه جنبها. هنا ده كرينيو طالعه من الكرينيال نيرف، الجزء بتاع البلفس اللي هو الحوض من تحت اللي هو السيجمويد كولون والريكتم والانال كانال والكيدني واليوترس والرحم والحاجات دي كلها تطلع من الساكرال سيجمنت، ساكرال 2 و3 و4 تروح راحه للايه الفايبرز تمشي لحد الاورجنز تعمل ريلي في الجانجليا اللي لازقه في الاورجن. شوف الاورجن اهو لازق في الجانجليا، الجانجليا يعني. يبقى هنا البريجانجلونيك فايبر اللي بيقولوا عليها كرينيو ساكرال
تطلع من الكرينيال نيرف، بتطلع من الكرينيال نيرف اللي هم 3 و7 و9 و10، وبعدين او من الساكرال سيجمنت سيجمنت 2 و3 و4، ده البري جانجليونيك فايبر. تمشي 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 لحد الاورجن، تلاقي الجانجليا لازقه في الاورجن، تخرج من الجانجليا البوست جانجليونيك فايبر ده اهي، تروح مديه للايه للاورجن ايه مباشره. تعالوا نشوف الحاجات دي، ادي نفس الكلام اللي احنا قلناه اهو، اتس فورمد اوف بري جانجليونيك فايبر وبعدين الجانجليا وبعدين بوست جانجليونيك فايبر. ذا بري جانجليونيك فايبرز زي ارايز فروم ذا سنترال نيرفس سيستم ان تو سايتس، يعني بيبتدوا من السنترال نيرفس سيستم تو سايتس، وذ ذا كرينيال نيرفز 3 و7 و9 و10، بديل من الكرينيال نيرفز 3 و7 و9 و10، يبقى ده البري جانجليونيك فايبر. او فروم ذا نيورونز اوف ذا لاترال هورن اوف ذا ساكرال سباينال سيجمنت، يبقى هنا من اللاترال هورن بتاع ساكرال سباينال سيجمنت اللي هو ساكرال 2 و3 وايه 4، ساكرال 2 و3 وايه 4، دول الجانجليا، هم دول الايه جانجليا اللي هو ساكرال 2 اللي هنا زي ار فاوند الجانجليا اللي هو الجزء الثاني زي ار فاوند close to the parts innervated to the ganglia، يعني الجانجليا بتبقى موجودة جنب الجزء اللي هيحصل له ايه نيرف سبلاي، يعني الجانجليا عشان كده بيقول لك الجانجليا هنا في الباراسمباثيك ايه تيرمينال. وبعدين بعد الجانجليا البوست جانجليونيك فايبرز اهي، بص بقى اهي ذا بوست ذا اكسونز اوف ذا سيل بوديز انسايد ذا جانجليا ليف ذا جانجليا تو ريز ذا تارجت اورجن، من الجانجليا اهي تروح التارجت اورجن، كنا قريبين من العين خلاص هندي نيرف سبلاي، دي بتدي للعين ودي بتدي للجلاندز اللي هي اللاكريمال جلاندز بتاعت الدموع، وديت بتدي للايه للجلاندز اللي هي في الماوس اللي هو السليفري جلاندز، ودي بتدي لللانج وهكذا. الجانجليا هنا ايه تيرمينال بوست جانجليونيك فايبرز، تخرج تروح للايه الجانجليا، تخرج من الجانجليا تروح للايه للاورجن. يبقى ده الجزء الثالث من الباراسمبثيك سيستم. يبقى الباراسمبثيك سيستم عرفنا اول حاجه الاوريجين من الايه كرينيو ساكرال كرينيال نيرفز ومن الساكرال سيجمنتس اوف ذا سباينال كور، الجانجليا دايما الجانجليا نير ذا ايه اورجن، البوست جانجليونيك تروح لبقيه الايه الاورجن. الفانكشنز اوف ذا باراسمبثيك سيستم وظيفته بقى ريبيلد ذا بودي ريسورسز، يعني بيعيد بناء الاحتياجات الجسم ديورنج ريست، وبعدين في اثناء الراحه يعني واحنا نايمين واحنا قاعدين مرحرحين مفيش عندنا قلق مفيش ستريس، اتس ستيميوليشن ليدز تو ذا فولونج افكت. لما نعمل ستيميوليشن بيحصل ما يلي، اول حاجه كونستريكشن اوف ذا بيوبل، الله هو انا عايز افتح فنج العين ليه؟ لازم الحدقه بتاع العين دي عشان اعرف انام اذا كنت هستعد للنوم ولا حاجه، يبقى ده الجهاز ده بيروح ايه بيضايق حركه العين. سلوينج ذا هارت ريت، الله وانا هقعد اشحن القلب يفضل يضرب يضرب على كتير ليه؟ لا طب ما انا اريح القلب خليه يستريح، انا ما عنديش مجهود دلوقتي يفضل الايه القلب يستريح بقى، يدي سلوينج اوف ذا هارت، اضطرابات القلب اللي كانت ساعه الخناقه او ساعه الاسترس بتبقى مثلا 120 دي ترجع 60 65 70. نيجي بعد كده استيموليشن اوف ذا انتستينال بريستالسيس، هنا بقى واحنا بنشتغل تلاقي الامعاء، وانا هنام اهو او داخل انام او نمت الامعاء بتاعتي شغاله، الامعاء تشتغل اللي هو الانتستينال بريستالسيس وانهبيشن اوف ذا سفنكترز، عايز اخش بقى التواليت ولا حاجه يفتح لي يفتح لي المنافذ بتاع الجسم السفنكترز كلها، اعمل ديفيكيشن اعمل ميكتيوريشن اعمل ديفيكيشن اتبرز او اعمل ميكتيوريشن اتبول او اعمل اي حاجه، ده بيفتح كل حاجه، وبعدين بيفتح كل الايه السفنكترز، وبعدين الصمامات بتاع الجسم بيفتحها، وبعدين ستيموليشن اوف ذا جلاند سكريشنز اكسبت سويت جلاند، يخلي الجلاندز ستيموليشن اوف ذا جلاند سكريشن، يعني بيخلي الجلاندز بتاعت الجسم تفرز افرازاتها، النهارده بهضم الاكل البنكرياس يفرز، الاستومك تفرز، الانتستين تفرز، الليفر يفرز، كله يفرز، السليفر جلاند تفرز عشان اهضم الاكل، وبعدين ما عدا السويت جلاند اللي هي الغدد العرقيه لانها اللي كان بيتحكم فيها السمباثاتيك ايه سيستم، يبقى ده اللي هو الفانكشنز اوف ذا بارا سمباثاتيك سيستم.